اتفضل يا اشرف. السلام عليكم ومساء الخير. تحية لكل الحضور من أعضاء منظمتين العمرانية، وتحية لكل الحضور معانا الليلة في الإيفنت رقم 15 ضمن برنامج السي بي دي المقدم من مركز مكتب التدريب والتأهيل لمنظمة التنمية العمرانية السودانية. مكتب التدريب والتأهيل في التنمية العمرانية حسب البايلو بتاع المنظمة عنده أهداف وبرامج، منها توسيع دائرة عمل المنظمة، ومنها تزويد المشاركين بمهارات وسكيلز بتعمل بروموشن لأدائهم في مستوى الممارس. في الفقرة دي بالذات في تطوير المهارات أو رفع القدرات الكابست بيلدينج، سواء كان للأعضاء المنظمتين العمرانية أو الأعضاء من خارج المنظمة. المكتب في شهر أغسطس 2020 بدأ برنامج Continue Professional Development أو CPD. لو عرفنا CPD، إنه CPD هو زي كامب أو هو عبارة عن Expectation used to describe the commitment to lifelong learning. أي commitment to lifelong learning ده بيعتبر CPD. وبرضه CPD is considered anything that helps you expand your knowledge. أي حاجة تخليك expand your knowledge، تزيد القدرات حقتك، CBD، أو تخليك to maintain up to technical skills or progress your engineering career. كل التعريف بتاع CBD. لو جينا اختصارا عرفنا CBD اللي هو build and enhance knowledge and skills. جرال CBD إنه أي حاجة تساعدك to build and enhance knowledge بتاعتك هي بتعتبر CBD. طيب CBD عنده sources، يعني مصادر للسي بي دي. واحده من اهم المصادر السي بي دي اللي هي حضور السيمينارات او الورك شوبس او الكورسات او التدريبيه. واحده برضه من مصادر الليله انك تحضر ايفنتات، برضه بحضر مصادر السي بي دي. المصادر الثانيه للسي بي دي انك تقرا ماجازينز في توبكس معين، او تعمل بيبرز او تقدم بيبرز في توبك معين. وبرضه انك تو ليرن نيو سوفت وير او كودز، تعمل امبلمنتيشن كريان نيو سيستم، او تعمل امبلمنتيشن كونداكت بزنس او ريسيرش اكتيفيتيز. برضه واحده من مصادر السي بي دي اللي هي الانجيجمنت في الكوميونتي سيرفيس. الكلام ده ممكن انك تزيد السكيلز بتاعتك في الكوميونيكيشن او البيزنس مانجمنت او الريسك مانجمنت. كلها سورسز او مصادر للسي بي دي. لو جينا شفنا اهداف السي بي دي، انه ما هي اهداف السي بي دي، ممكن نقسم الاهداف دي لتو ديفرنت كاتيجوريز. بالنسبه للانديفيدوالز، يعني سي بي دي بيساعد او بيدي الانديفيدوال شو؟ واحده من الحاجات اللي قلناها سابقا انه مينتين تكنيكال كومبتنس، انك بتكون قاعد كل مره بتزيد التكنيكال كومبتنس بتاعتك، وبيحصل لك انهانس التكنيكال بتاعك في الويب بليس، في الاورجنايزيشن، في اي حاجه الله يجي منك. يديك القدره انك تو هيلب انفلونس الليد، تزيد الليدرشيب سكيلز حقتك، يخليك سكسسفول ديل ويز تشينج في الكارير بتاعك، الكارير شيفت ديك ايزي موف في الكارير شيفت بتاعتك. وبرضه من الحاجات المهمه جدا بيتر سيرف ذا كوميونتي، انك تخليك يكون عندك انجيجمنت بيتر سيرف ذا كوميونتي او سوسايتي. لو جينا على في الشق الكاتيجوري الثاني الاورجنايزيشنز او الكوربريشن، المنظمات او الهيئات او الشركات، الفوائد السي بي دي انه بيخلي الانديفيدوالز انسايد الاورجنايزيشن او الكوربريشن، بيخليهم انه يكونوا فوكس، انه كل مره يكونوا مور كومبتنت افكتيف بروفيشنال، بيخليهم يكونوا فوكس في موضوع الكومبتنت دي، وبيخليهم يكون عندهم انترست في التريننج والليرنينج بيس، وبيزيد لهم الكونفدنس والكابابيلتي سكيلز حقتهم. برضو بصورة عامة السي بي دي عنده فوائد للمنظمات، انه بيحصل لها بيتر ريكوجنيشن، بيحصل لها بيتر ريكوجنيشن وين ذا ابلاي السي بي دي على الانترنال سيستم بتاع الانترنال يوز بتاع السي بي دي داخل المؤسسة، بيعمل بروموت هيلث ليرنينج كلتشر وزين الستاف او وزين الممبر او الممبر شيب.
وبيخلي الناس مور انه يكون عندهم فول فيت للورك للورك فورس بتاعك, او بيخليهم يكونوا دائما دايرين تو ريتين فاليبل. عليه وزين السي بي دي بروجرام حضرتنا الليله بعنوان البيم تصوره البناء, محاضره مختصه عن سي بي دي. شرفني جدا يكون ضيفنا الليله باشمهندس عمر سليم. باشمهندس عمر سليم هو ريسيرش اسيستنت على قطر يونيفرسيتي, وهو فاوندر بيم اريبيا ريسيرش مدريدين, وايضا هو الاديتور في بيم عربي وبيم باشمهندس عمر سليم بيزيكلي بروجكت مانجر 12 years of experience, وعنده participation in developing protection system server large scale for GCC population including سوريا وايجيبت وقطر, و has been working as BIM support population standards and web pro developing content for multiple teams working with BIM, also working with many consultation architects and construction in the aim of development coordination standards for projects, reduce error rates and interaction with public. Bashmandis Omar Saleem has many several specialists, who specialists for Revit management and implementation, CAD management, presentation graphics, but who specialists for building information modeling and BIM, the 3D modeling, the SketchUp, making technology implementations, large community software training and monitoring, population design, teams and tracking data in the BIM environment, وايضا organization MEB system. سعيدين جدا معنا الليله باشمهندس عمر. ممكن نبدا برزنتيشن. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا, وشكرا للسادة الحضور, شكرا للشمس أشرف, وشكرا للفريق العمل الرائع. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على تقنية عملت ضجة في عالم البناء, ألا وهي تكنولوجيا البيم. أنا حابب بس قبل ما أبدأ أشكر الفريق بتاع عمرانية. أنا دخلت على الصفحة لقيت فعلا محاضرات قوية, محاضرات شيقة, إن شاء الله الواحد يسمعها ويستفاد منها بإذن الله. طيب احنا هنتكلم على حاجة مهمة جدا, موضوع البيم. طبعا من زمان جدا واي مشروع بيتعمل بيكون مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرف المشروع دوت هيكلف كام وهياخد وقت قد ايه. يعني لما يكون مشروع كبير ما اتعملش قبل كده زي مدينة جديدة او برج جديد او مبنى جديد, بيبقى عندنا مشكلة ان احنا مش قادرين نحدد هيبقى التكلفة قد ايه والوقت اللي هياخده قد ايه. في بعض المشاريع يعني مثلا مسجد السلطان حسن, السلطان حسن نفسه لقى ان خزانه الدوله بتخلص, فقال يعني لولا ان يقال ان سلطان مصر مش قادر يبني المسجد دوت كنت قلت لكم وقفوا بنا. يعني استنزف الخزانه الدوله ويعني المسجد خلص والسلطان خلاص بس مات بعدها باشهر بسيطه. يعني فدي الفكرة كلها ان احنا محتاجين يبقى عندنا معلومات كافية عشان اقدر ادير المشروع دي يعني من زمان جدا. طب زمان كانوا بيعملوا ايه مثلا لما جم يبنوا الاهرامات او 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 اولا بتبقى الخزانة مفتوحة, يعني الملك بيقول لهم خدوا زي ما انتوا عايزين, ما عندوش تكلفة معينة. احنا دلوقتي عندنا قيود, احنا لما بنعمل اي مشروع بيبقى عندنا كذا قيد موجودين. مثلا قيد يقول لك ايه المشروع لازم يخلص خلال مثلا 3 سنين, خلال سنتين, فده قيد لازم تلتزم بيه, لو ما التزمتش بيه ممكن يبقى فيه غرامات وفيه خساره على الشركه. المشروع ما يزيدش تكلفته عن كذا, لو زادت تكلفته الشركه هي اللي بتتحمله, فده لازم يكون فيه دراسه. وده اللي اوجد البيم, ان لان احنا الاسلوب التقليدي ما بيديناش معلومات, ما بيفيدناش بشكل قوي, فبدانا ندور على اي تكنولوجيا مفيده لحد ما طلع لنا تكنولوجيا البيم. طيب من ضمن الحاجات برضو ان كان في مشاكل كتيره جدا بتحصل نتيجه لعدم الدراسه, عدم التخيل. يعني في المخطط بيبقى عندي رامب هنا بس انا مش قادر اتخيل لما هيتنفذ هيبقى عامل ازاي, تمام, انما في البيم اقدر اتخيلها. برضو حاجه زي كده مجرد ان انا اعمل ووك ثرو او امشي جوه المبنى هكتشف المشاكل اللي زي دي.
في عندنا مشاكل كتيره جدا في موضوع الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه، حتى بين القسم الواحد ما بنقدرش نتخيل المشاكل غير اثناء الموقع، ونضطر ان احنا نوقف الشغل فتره لحد ما نحل المشكله. في اهدار كبير جدا، تقريبا 25% بيبقى هدر بسبب ان في مشاكل كتيره جدا في البنى. فتكنولوجيا البيم مش للدول المتقدمه بس، لا ده كل الدول لازم تاخد بالتكنولوجيا ديت. هو موضوع بسيط وليس حكرا على احد وليس حكرا على شركه معينه، ما بنعملش دعايه لشركه معينه، لا احنا بنقول للناس خد التكنولوجيا ودور على اي برنامج قوي تقدر تعمل بيه الفكر دوت والتكنولوجيا ديت. الفكره كلها ان انا احط كل معلومات المشروع جوه الكمبيوتر، بحيث لو انا عايز اي معلومه اقدر اخدها بسهوله. دي الفكره كلها. فيعني حتى الدول اللي مثلا عندها مشاكل او لسه، دي مش رفاهيه، ده احنا بنحاول ان احنا نوفر ونقلل الهدر. وبدل ما المشروع بيتكلف مثلا 20 مليون، لا احنا عايزينه يتكلف 15 مليون، احنا اولى بالمبلغ دوت، ونسلم المشروع في الوقت بتاعه. دي هي الفكره كلها. فاحنا بنلاقي ناس كتيره جدا، يعني حتى الملاك يقول لك انا مش هو ده اللي انا كنت متخيله، كنت متخيل المشروع واللي طلع في الاخر حاجه تانية خالص. تمام، هحاول ابعت ان شاء الله المحاضره PDF اللي عايز يقرا فيها شويه. طيب عندنا مشاكل كتيره، فهو المشاكل هي اللي اوجدت البيم، مش البيم جه موضه وراح فرض نفسه، لا في مشاكل كتيره جدا، زي مشاكل في الديسيشن ميكنج، لان هو مش لاقي المعلومات اللي هو محتاجها، فبيضطر ان هو يخمن، في نوع من انواع الاعتماد على الخبره السابقه وليس الاعتماد على المعلومات الحقيقيه. في مشكله في الفاليو انجينيرنج، في مشكله في الاي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا نبقى فريق واحد من اول المشروع، مش نقول دي شركه كذا وشركه كذا. في مشاكل كتير في الاداره، محتاجه معلومات، يعني هيدير ازاي من غير معلومات؟ فالبيم قدر يوفر لنا المعلومات دي. زي ما شايفين 30% من المشاريع ما حققتش البادجت، لا تعدت البادجت، وده رقم كبير جدا. 92% من الكلاينت لما بيشوف المشروع في الاخر مش هو ده اللي هو عايزه، كل شويه معترض على اللي بيحصل. 37% من الماتيريال بتبقى في المجال الكونستراكشن بيبقى فيها هدر. 10% من الكوست بتاعت المشروع النتيجه تشينج اوردر، تشينج اوردر نتيجه ان المالك مش هو ده اللي متخيله. فاحنا عندنا مشاكل كتيره جدا. تمام، وفطلع لنا البيم، هل البيم هو الكاد او تطوير لي؟ لا، ده منفصل تماما عن ده. الكاد بيعتمد على خطوط واقواس وحاجات زي كده، تكنولوجيا مختلفه تماما عن البيم. البيم انا ما ينفعش ارسم خطوط واقواس، لا ده انا برسم ابواب وشبابيك وكيبل تري وبرسم ضغطات. ده بيفيدني في ايه؟ ان في اي لحظه انا عايز التكلفه بضغط على زرار واحد هو عنده المعلومات كلها، فيقدر يقول لي التكلفه كام. برضه لو قلت له اعمل لي كوردينيشن يجيب لي كوردينيشن على طول. طيب الاوتوكاد كان من زمان 1982 وبيتطور. طبعا في الاول ما كانش فيه ماوس، وفكره ان هم يحطوا الماوس في الاوتوكاد دي كانت حاجه قمه في التكنولوجيا. دلوقتي الاوتوكاد بيتطور وبيتحط فيه 3D وبيتحط فيه حاجات حلوه قوي، بس مازال اوتوكاد، يعني مازال لما اعمل سيلكت على العنصر يقول لي ان ده لاينز، ده يعني الفرق بين الخطين المتوازيين بتوع الحائط والخطين المتوازيين بتوع الكيبل تري، ان ده محطوط على اللاير بتاعت حائط ودول محطوطين على اللاير بتاعت الكيبل تري، والكمبيوتر ما بيفهمش الفرق بينهم، بس مجرد انا ببدا احاول اتخيل الملفات او الملفات الاوتوكاد اللي هي بتبقى بتاعت الدور الاول والدور الثاني. تمام، الدور الاول والدور الثاني مفيش علاقه بينهم، يعني الاوتوكاد مش قادر يفهم العلاقه بينهم، انا بتخيل ان ده الدور الاول وده الدور الثاني وده الدور الثالث وهكذا. انما في البيم لا، كل حاجه بتبقى موجوده بشكل قوي. طيب البيم بيوفر وقت ولا لا؟ احنا لقينا ان هو في كل حاجه بيوفر وقت بلا استثناء. تمام، في مرحله سكوماتيك، في مرحله ديزاين، وخصوصا في مرحلتين موضوع الحصر، لان هو ما بيحتاجش وقت خالص في الحصر، بينما احنا ممكن نقعد اسابيع نحصر مثلا عنصر معين، ولو حصل اي تعديل في التصميم بنضطر ان احنا نقعد نعيد الحصر تاني. ده في الكاد. في البيم لا، هو الحصر كل ما بترسم حاجه بيطلع معاك، حتى احنا بنحط ملفات الحصر او السكادول
في قلب الملف اللي احنا شغالين عليه في التمبليت، بحيث بيبقى الجدول فاضي، كل ما بترسم حاجه بتبدا تظهر معاك وانت شغال. برضو موضوع الكوردينيشن، انا عشان اعرف فين المشكله وفين الكلاشات، انا شغلت فتره طويله جدا بالاوتوكاد، فكان بياخد وقت كتير جدا عشان اكتشف فين المشكله. في البيم لا، بدوس على زرار بيبدا يعمل هايلايت على الحاجات اللي فيها مشاكل. فالبيم بيبقى موجود معايا من اول ما افكر ان انا اعمل مشروع، يعني فكره لسه بفكر في عمل مشروع، فبعمل مخطط اولي واشوف المشروع واعمل ريندر ليه والحاجات دي كلها. وفي مرحله كل مراحل المشروع بيبقى البيم موجود معايا، في مرحله الكوردينيشن، مرحله الكونستراكشن، كل مراحل، حتى في مرحله الفاسيلتي مانجمنت. انا خلاص سلمت المبنى والمشروع يعتبر وقف في الموقع وخلاص كل حاجه خلصت، بنلاقي ان لا، في فاسيلتي مانجمنت، ناس بتقدر تدير المبنى وتستفاد من البيم. انظمه زي البي ام اس دي بتحتاج البيم بشكل قوي على اساس ان يبقى عنده منظومه كامله بتديله كل الانفورميشن اللي هو ممكن يحتاجها. حتى لو انا بهد المبنى، يعني لو انا بعمل هدم المبنى، ببدا اعمل سيموليشن واشوف ايه الاعمده اللي انا لو اثرت عليها المبنى يقع راسي وليس افقي، بحيث ان هو يقع في نفس المكان ما ياثرش على المباني اللي حواليه. تمام، ده مثلا مقارنه بين الكاد والبيم. فبالله هنا الكاد عباره عن لاينز وارك وحاجات زي كده، ما اقدرش اخد منها معلومه، حتى لو انا عايز اعمل سيموليشن، عايز اعمل حاجه، بتعب جدا. انما في البيم هو كل المعلومات محتاجها موجوده، نقدر نعمل السستينابيلتي بشكل قوي، العناصر متكامله مع بعض. يعني لو عندي حائط وحطيت جواه دور او ويندو، بيبدا هو يعمل الاوبننج بتاعتها، بيبدا يعمل الانفورميشن اللي هو ممكن تحتاجها، وهكذا. تلاقي اه خلاص النافذه دي على طول بيدخل منها الضوء وكل الدراسات اللي احنا ممكن نحتاجها. حتى الحوائط تقدر تدخل فيها اليو فاليو وكل الحسابات اللي انت ممكن تحتاجها في حسابك. تمام، ففي تكنولوجيات كتير اصلا هنلاقيها دخلت بسبب موضوع ان البيم بقى عندي حاجه ثلاثيه الابعاد اقدر اشوفها. تمام، دي الطرق القديمه. تمام، في نقله من استخدام الهاند والايد، ان انا ارسم بايد، لان انا بقيت ارسم بيه الاوتوكاد. النقل الاكبر من الكاد للبيم، لان هو مش مجرد سوفت وير جديد، لا هو عباره عن انتقال فكري. البيم ممكن يفشل، او ممكن يفشل لو الناس ما بتتشاركش المعلومه، يعني لو ما فيش شيرنج المعلومه البيم مش هيقدر يعمل الكوردينيشن، مش هيقدر يعمل حصر. فمحتاجين الناس كلها متشاركه مع بعض في المعلومه. طيب خلينا ناخد مثال مثلا، او الجزء الاولاني تحس ان هو زي الجزء ده، الجزء ده موجود في الاوتوكاد وده الجزء ده في نظام البيم او تكنولوجيا البيم. البيم وليس برنامج، البيم ليس برنامج، البيم ليس برنامج، هو عباره عن فكره معينه. زي فكره مثلا ايه، اقول لك ان احنا نكتب بتكست على الكمبيوتر، ما قلناش اسم برنامج، انما لما نقول وورد كده احنا دخلنا في اسامي البرامج. لو قلنا مثلا اداره مشاريع، ما قلناش اسامي برامج، انما لما نقول مثلا البرنامج فلان فلاني او برامافيرا او ام اس بروجكت، الحاجات اللي هي بتاعت البلاني، يبقى احنا كده دخلنا في اسامي البرامج. طيب هنا الاساليب التقليديه مرسومه عند مثلا المستطيلين دول، فانا مش قادر افهم اي معلومه خالص، غير مثلا ان انا اقدر اعرف مثلا ايه ان هنا ده اكس والواي وخلاص خلصت. بينما هنا انا عندي ده وول، فبعمل سيلكت على دوت، بيبدا يجيب لي اللينث والديبس والهاي والتايب والكونكت وول والاتاش سبيس، ويديني معلومات عن الغرفه نفسها. تمام، فبيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. دي الفكره، دي فكره. طيب خلينا نبص كده على اللوحه زي ديت. تمام، لو انا ما عنديش الكلمه اللي فوق اللي هي 2 دي ستيل ديتيلنج، يعني صعب جدا ان الواحد يفهم الموضوع ده، حتى لو هو مهندس متخصص في الستيل ديتيلنج، مهندس استراكشر، يعني صعب جدا يتخيل الفكره. تمام، انما لما اوريها له بالشكل دوت، الناس كده تبدا تفهم، يقدر ياخد سكشن في اي مكان، يقدر يعمل اوربت حوالينه، يلف حوالين المبنى. تمام، حاجه هي بالشكل دوت، فيبقى فاهم التفاصيل اللي موجوده وعنده امكانيه ان هو يعملها بالظبط. زائد ان في حاجه اسمها البري فابريكيشن، ان انا ببعت للمصنع بقول له قطع لي الحاجات دي بالشكل الفلاني، وتيجي الموقع تتركب على طول. فبالاسلوب الكاد ما يعني مستحيل تيجي مظبوطه، في اسلوب البيم 100% بتيجي مظبوطه، وده من خلال شغل احنا اشتغلناه. كنا بنبعت حاجات
للمصنع ويصنع غلط ويجيبه غلط، والناس تقعد تشتغل في الموقع وتعدل عليه. وكان طبعا ان انت تعدل حاجه في الموقع ده فيها خطوره، ويعني الموقع غير مهيأ لان انت تستخدم ادوات قطع وهكذا. انما لما استخدم اسلوب البيم خلاص بقى اصبح كانك بتلعب لعبه ليجو بتركب الحاجات مع بعض، حاجه زي كده. اللوحة زي كده يعني انا بخمن ان في ناس كتير معماريين موجودين، فيعني عشات كده. اللوحة زي دي ممكن تاخد منك قد ايه عشان ترسمها؟ تمام. في البيم انا برسم الفلور عادي، تطلع لي دي على طول اوتوماتيك، بتاخد ثانية، مجرد تاخد سيكشن وتقول له عايز سيكشن 3 دي يظهر معاك بالشكل دوت. ولو حصل اي تعديل في اي دور من الادوار بيتعدل اوتوماتيك. انا مش بتكلم على برنامج معين، انا بتكلم على التكنولوجيا اسمها البيم، زائد ان هو بيديني الحصر اوتوماتيك. اي حاجه هنا يجيب لي الحصر بتاعها على طول، لو انا شلت اي حاجه يتلاقي الحصر شال منه المعلومه ديت، بالدايمنشن، اللودنج، الكالكوليشن، السبيسيفيكيشن، كل ده موجود في الموديل. ميزه التكنولوجيا البيم ان المبنى كله موجود في ملف واحد، وليس زي الانظمه القديمه بيبقى فيه ملف معماري الدور الاول، ملف انشائي الدور الثاني، ملف كذا سيكشن. فلو انا عدلت في السيكشن انسى اعدل في البلان، لو انا عدلت في البلان انسى اعدل في 3 دي، لو انا عدلت في 3 دي انسى اعدل في الحصر. فبنلاقي في مشكله كبيره جدا ان انا بقى عايز اعرف الشغل اخر حاجه فين، او بيجي لي ار اف اي كتير يقول لي ده الدور الاول غير السيكشن، ده السيكشن غير 3 دي. فالار اف اي ده بتضييع للوقت، فاحنا عايزين نقلل قدر الامكان من خلال ان انا اطلع شغل مظبوط وكل شغل متطابق مع بعض. تمام. طيب عايزين نبدا نشوف تعريف البيم. احنا يعني خدنا نبذه وعايزين ناخد التعريفات. بي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلنج او مانجمنت، الاثنين ينفعوا. تمام. بيلدينج مقصود بيها ان انا المباني اللي بيبنيها الانسان، سواء المباني دي كانت مباني عادية أو انفراستراكشر أو كباري أو أي حاجة من الحاجات ديت، برضو ده داخل في فكرة المباني. وزي ما احنا قلنا في سيلت مانجمنت، يعني حتى المبنى القائم الموجود مبني ده ينفع يبقى فيه شغل بيه. ده مثلا مدينة اهيت، احنا يعني قريبا كان في محاضرة عن السمارت سيتي أو المدينة الذكية، جزء كبير جدا من موضوع المدينه الذكيه ان انا يبقى عندي الموديل موجود بيم على اساس ان انا اقدر ادير معلومات المباني والمدينه كلها. الاي اللي هي الانفورميشن لازم احط معلومات، بمعنى ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر لازم يقول لي ان العنصر دوت باب ومواصفاته كذا كذا كذا، العنصر ده دور ومواصفاته كذا كذا كذا. طيب الموديلنج او مانجمنت موديلنج يبقى يكون 3 دي، ما ينفعش اديله حاجه 2 دي واقول له ان ده بيب. المانجمنت ان انا ادير معلومات المشروع، يعني الاداره ان انا ابقى عندي معلومات، ففي اي لحظه عايز اعرف التكلفه او عايز اعرف كلاشات او عايز اعرف المشاكل او عايز اعرف حلول المشاكل اقدر اجيبها في ثواني. فالبيم عمل حاجه يعني ما كناش متخيلينها، الا وهي احنا عندنا مثلا مثلث كده اللي هو الوقت والتكلفة والجودة. فلو انا حاولت اقلل في الوقت ده هيجي على حساب التكلفة وهيجي على حساب الجودة، لو انا حاولت اشوف التكلفة اوفر هيجي على حساب الوقت وهيجي على حساب الجودة. لا، اصبح عندي تكنولوجيا جميلة جدا بتوفر لي في الوقت وبتوفر لي في الفلوس وبتزود لي في الجودة، فدي حاجة ما كانتش موجودة اصلا قبل كده، فدي حاجة ممتازة جدا. هتلاقي العالم كله بدأ يتجه ليها، وحتى في دول كتير أصبح إجباري، وأصبح في فرص كبيرة إن الواحد يسافر مخصوص لأن هو مثلا عنده فرصة أو عارف فكرة البيب. تمام. ففي الاجتماعات بتاعتنا بتبقى الموضوع أبسط بكتير، ببقى مجهز الكلاشات كلها 3 دي وأوريها له كلها ونقدر نناقشها ونقدر نحلها وإحنا قاعدين في قلب الاجتماع من خلال التكنولوجيات زي الأوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. بقدر اشوف المشروع بشكل قوي وانا في السايت، فهو هيبقى موجود معايا في كل حاجه. يعني الفكره كلها ان هو مش خاص بالمعمار، لا ده خاص بكل المهندسين، مش خاص بالحصر، لا ده خاص بكل حاجه. فهو منظومه فرق كتير جدا. يعني لو جينا نبص مثلا على صناعه السيارات وصناعه الموبايلات
خلال نقدر نقول ايه الخمسين سنة اللي فاتوا نلاقي تطور رهيب جدا، بينما في صناعة الكونستراكشن مفيش تطور خالص. في صناعة الكونستراكشن مفيش تطور خالص، غير هي تكنولوجيا البيم هي اللي نقدر نقول الطفرة اللي حصلت في الكونستراكشن وخلت في كذا تكنولوجيا تدخل في مجال الصناعة. بس عشان نطبقها مش فكرة ان احنا نسطب سوفت وير معين، لا، فكرة ان احنا نبقى فاهمين الفكر نفسه هيمشي ازاي، البروسيس، وفي بوليسيز هنمشي عليها، وفي اشخاص فاهمين فكرة البيم ومتبنية فكرة البيم. فبدل ما المعلومات عندنا هتبقى مش منظمة، هنقدر ننظم المعلومات دي بشكل قوي بحيث ان نقدر نستفاد منها. ممكن يكون عندي ورق كتير جدا دوكيومنتيشن متفرق، لا، هننظم بحيث ان احنا يبقى عندنا قاعدة بيانات قوية ناخد بيها القرارات. فالبيم عبارة عن فكر وليس سوفت وير. زي ما قلنا لو انا عملت سيلكت هنا هيقول لي ان ده الروف ويجيب لي كل المعلومات الخاصة بالروف، مش هيقول لي روف ويسكت، لا، هيقول لي المقاومة الحرارية قد ايه، المواصفات بتاعته قد ايه، الماتيريال اللي موجودة قد ايه، كل الحاجات دي. وكذلك لو عملت سيلكت على وول، عملت سيلكت على كيرتن وول، هيبدأ يجيب لي المعلومات وممكن اسم الشركة اللي هتعمل الحاجة ديت، وممكن تواريخ الصيانة، كل الحاجات دي اقدر اضيفها للمجال البيم. زائد ان انا بمجرد ان انا عملت موديل بيم اقدر اضيف التايم. التايم بمعنى ايه؟ ان انا اشوف الموضوع فاضي وبعد كده يبدأ يظهر الاعمدة، الكاميرات، الدور الاول، الدور الثاني، وهكذا. اقدر اعرف الكوست في كل شهر من الاشهر بحيث اعرف الميزانية اللي عندي هتخلص على امتى. اقدر اعمل موضوع sustainability، الاستدامة. اقدر اعمل facility management، تمام. ففكرة البيم هتعمل نقلة حضارية جدا في فكرة صناعة البناء، وفكرة كلها مش اسم برنامج. يعني الناس يقول لك لا هو برنامج كذا، لا، مش فكرة برنامج قد فكرة ان انت فاهم المنظومة وفاهم ازاي تستفاد منها وفاهم ازاي نتبناها بحيث ان احنا نحصل على اقصى استفادة ممكنة. يعني مش مجرد عملت الموديل وخلاص، لا، انا ممكن اعمل تحليل مثلا لموضوع الحرارة، موضوع الشمس، موضوع الظلال، موضوع الحاجات الإنشائية، الأحمال الإنشائية، موضوع الفابريكيشن، موضوع الفاسيلتي مانجمنت، موضوع سيفتي. ممكن أبدأ أخلي فيه زي ثيرد بيرسون أو شخص بيمشي، ولو في أي أوبننج أو في أي فتحات ممكن تعمل مشكلة ينبهني إن أنا أعمل عزل عليها أو أعمل صورة عليها عشان محدش يقع فيها، تمام. فانسى فكرة السوفت وير، افهم بس التكنولوجيا وشوف اي سوفت وير اللي انت عايز تشتغل بيه وطبق الفكره نفسها. يعني ما تقولش لا هو برنامج واحد، لا، في برامج كتيره جدا وكل دوله بيبقى فيه برامج قويه فيها. مين اللي بيستفاد من البيم؟ كل الناس. اكتر حد بيستفاد طبعا الاونر، الفاسيلتي مانجمنت، كل المهندسين بكل التخصصات، الناس الخاصه بالريسك مانجمنت بيقدر يقلل الريسك ويسيطر عليه، السيفتي، السستينابيلتي، كل ده بيقدر يستفادوا منه. طيب لو انا جبت لك مثلا لعبه هي بسيطه خالص وقلت لك شوف دي وعايزك تبنيها معامله 2 دي، واخد مثلا ده الفيشن من ناحيه دي وده الفيشن من ناحيه دي، سايد الفيشن وفرونت الفيشن. لو احنا بصينا كده في ال 3 دي، كده انا بدات افهم، بدا الموضوع اسهل بكتير واقدر اخد سكشن في اي مكان افهم المعلومات بشكل افضل. والعقل البشري بيقدر يفهم الحاجات ال 3 دي بالشكل دوت بشكل اقوى من مجرد مخطط. لو جينا نشوف مثلا مبنى زي دوت، ده صعب جدا ان احنا نعمله باسلوب الكاد، تمام. يعني حاجه زي كده هتعملها ازاي؟ انت محتاج تاخد سكشن كل 5 سنتي، فهتلاقي عندك سكشن شكل كبير جدا. ده مثلا زهره الصحراء، بتتكون على الشواطئ يعني. فالشكل دوت حد كان عايز يعمله مبنى، فتخيل كمية التفاصيل. ده المتحف اللي اتعمل مبنى، ده بتاع جان نوفل، في موجود في قطر، المتحف القومي القطري. هو من المتاحف المصممة بشكل قوي جدا، بيبقى في مسار معين بتمشي فيه وفي أجزاء مخصصة إن كألعاب، يعني مش ممنوع اللمس، ممنوع اللمس، لا، في أماكن تقدر تلمس وتلعب فيها، ولو في عندك أطفال بيحبوا الحاجات ديت هيحب فكرة المتاحف، تمام. يعني لما عمل التصميم جان نوفل الناس كلها قال ده حاجه خياليه ومش هيتنفذ، بس هو فعلا اتنفذ، واتقال ان هو مش هينفع يتنفذ غير بتكنولوجيا البيم، وخصوصا برنامج اسمه تكلا. الصوره دي متاخده من برنامج تكلا، لان كل قطعه حديد ما ينفعش تحط في اللي جنبيها، كل قطعه حديد لازم برقمها تتحط في مكانها، ما ينفعش انها تترحل او تتبدل او تتحط في مكان تاني، لازم في نفس المكان بتاعها.
تمام. فكان يعني مستحيل يتنفس حاجه من غير تبني فكره البيم. طيب برضو فكره البيم افادتنا جدا في موضوع حل مشكله الار اف اي. كان اطراف المشروع في حاجات كتير مش قادرين يفهموها، في عقد يبعتوا املاك كتير جدا ومش قادر يفهم. لا خلاص يعني، وكل شويه يقول لك في تعرضات دي غير دي، ده في حاجه مش قادر افهمها. لما استخدمت تكنولوجيا البيم اصبح فيه موديل واحد الناس كلها تقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزاها منه، وده سهل علينا كتير جدا. واصبح حتى التعامل بين الموقع وبين الاوفيس اسهل بكتير، وبالتعامل بين المصمم وبين البيم كوردينيتور بيبعت له الحاجه ويبدا يقول له لو في اي كلاشات المفروض تحلها ازاي بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهكذا. برضو هنا لما تيجي حاجه الموقع يقدر هو من خلال البرامج الخاصه بالبيم يقدر يبعت له كل المعلومات للديزاين لو في اي تعديلات، وبيتحط تواريخ الصيانه وتواريخ التركيب ومعلومات خاصه بالتركيب كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. طيب موضوع الانتجريتد بروجكت ديليفري، ان كل اطراف المشروع متكاملين مع بعض. الموضوع ده كان صعب في الاساليب القديمه، بس دلوقتي اصبح في موديل واحد كلنا بنتعامل منه وكلنا نقدر ناخد المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها، تمام. فاصبح في اسلوب حلو جدا لموضوع الكولابريشن بينه وبين بعض، في موديل واحد بس، انما زمان كان فينا ده بيعمل لوحه اوتوكاد ده بيعمل لوحه اوتوكاد، وممكن الاثنين في نفس الشركه بس مش قادرين ينسقوا الكولابريشن بينهم وبين بعض. لازم المعماري يقول انا اخلص شغله وبعد كده بشاركه معاك. دلوقتي اصبح حتى لو شركات مختلفه وشغالين في نفس المشروع يقدروا يتشاركوا. وزي ما انت شايف كان ساعات بيحصل ان المعماري متخيل شكل معين بقيه الاقسام مش قادره تستوعبها، الانشائي مثلا فاكر حاجه تانية فبيصمم حاجه تانية خالص ومش واخد باله من الحاجات التانية اللي في الجنب، هنا الام بي فاهم حاجه تانية خالص. لا اصبح كلنا متشاركين الفكره كلها وفاهمين. ساعات كتير بيحصل ان المشروع يخلص ويتبني وفي ناس كتير مش متخيله شكل المبنى بيحصل ازاي. موضوع مثلا زي موضوع الحصر ده بيفرق كتير جدا. يعني ساعات يقول لك اعمل لي موديل بيم من اجل الحصر بس، انا مش عايز لا كلاشات ولا عايز حاجه، انا فقط عايز اعرف المشروع ده هيكلفني كام بس، تمام، لان على اساسه هشوف هيقدر المشروع ده بكام. فالاسلوب التقليدي بيبقى فيه نوع كبير جدا من الخبره والتخمين والحاجات ديت. لا هنا بنقول له احنا مش مجرد بس بقول له العمود كذا، لا ده انا بقول له العمود ده هيبقى فيه ريبار وفيه فورم وورك وفيه كونكريت فيه كلادنج، الفورم وورك هيبقى فيه عمال وفيه اكيوبمنت وفيه ماتيريال. فنبدا نحسب كل الحاجات دي بدقه. يعني ما بقولوش ان العمود ممكن يكلف 100، لا العمود بيتكلف ريبار مثلا 10، الفورم وورك 10 وهكذا، فالمجموع كله 95 بالظبط. فبنقدر نحدد التكلفه بالظبط وعلى اساسها بنقدر ندخل على المشروع ونقدر نكسب المشروع. بنقدر نتحكم في التايم كنترول، لان المشاكل كانت بتحصل ان وانا شغال يقول لك الحق ده في حاجه فيها كلاش، ده الحاجه دي عايزين نحلها، فده كان بيضيع وقت كتير جدا. بس الحمد لله دلوقتي في تحكم في الوقت في المشاريع، لان احنا بنكتشف المشاكل في مرحله مسبقه ما بتكلفش حاجه، انما لو احنا دخلنا في الشغل بتلاقي فيه مشاكل كتير. موضوع الكواليتي، موضوع الكواليتي اتحل، لان خلاص الار اف اي قل كتير جدا، التبادل المعلومات بقى اسهل، الكوردينيشن بقى افضل، الريسك مانجمنت افضل، الكلاش ديتكشن اتحسن. كل المشاكل دي اتحلت لان احنا اعتمدنا تكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم، والتركيب بيبقى من اول مره بدل ما بنركب ونحصل مشاكل ونشيل ونحط، من اول مره بتركب وسهل جدا لو عملت اي تعديل تكتشف ان في مشكله فتشوف هل نقدر نحلها ازاي. والسيفتي ريسك، بدأنا نقلل السيفتي المشاكل اللي بتحصل والريسك، وبدأنا ننظم موضوع الكرين والاكيوبمنت والسيارات اللي هتبقى موجوده هتتحط فين والاماكن اللي هنخزن فيها البضاعه فين. كل الحاجات دي بدأنا فعلا في مواقع كتيره نظبطها من خلال البيم ونشوفها في 3D ونحدد افضل حاجات بحيث ان احنا نقلل الحوادث، وبنشرح فكره السيفتي من خلال 3D كانه فيلم فالعمال كلهم بيقدروا يستوعبوها. ده مثلا برنامج من البرامج اللي احنا بنستخدمها في السيفتي، بفترض ان في شخص موجود وبيمشي، فلو في حصل اي فتحه زي كده بيبدا ينبهني بحيث ان انا احط سور عليها. ده برنامج من تبع برامج تيكلا، تمام. فعندي تنبؤ بالمشاكل قبل ما المشكله تحصل، ببقى عارف المشكله فين وعندي حلول ليها وببدا احطها.
طيب هنا برضو بنقدر نفهم التعديلات في المشروع، وبيبقى عندنا اكتر من يعني في اي تعديلات برضو بنقدر نشوفها كانت موجوده فين ازاي وحاجات زي كده. ده مثلا هو التصميم اللي حصل هو نفس الحاجه اللي استخدمت فيه الكونستراكشن، هي نفس الحاجه اللي اتعملت في الاسبلت، فالاسبلت ما بياخدش وقت كتير لان بيبقى التعديلات بسيطه جدا. ليه؟ لان الراجل هو شغال ما لقاش مشاكل كتير. فمن ضمن مزايا البيم ان انت لو عدلت في اي بلان، يتعدل في السكشن، يتعدل في الاسكادول، يتعدل في كل اللوح اللي عندك. تمام. طيب من ضمن الاكواد عشان نشتغل صح لازم يكون في كود احنا شغالين بيه. الكود المنتشر حاليا ايزو 19650، وفي كود موجود في مصر تقريبا هو الكود العربي الوحيد حتى الان. وفي دول كتير خلت البيم اجباري، منهم مثلا زي دبي. تمام. طيب فاحنا لو جينا نبص مثلا على الحاجات اللي هنخرج من البيم، انت عملت المودل اهوت، تقدر تاخد منه سيكشن في اي مكان انت عايزه. وقت ان انت تاخد سيكشن بالتفصيل دي كلها لا يزيد عن ثانيه، مجرد بس ترسم السيكشن يروح مطلعها لك، لان هو فاهم كل حاجه مكانها فين، وانت بترسم بيسالك عن ارتفاع كل حاجه فبيبدا يعملها لك بشكل كويس. الديتيلز تقدر تاخد اي تفصيله وتعملها بسهوله جدا. البلان كل البيانات موجوده، تقدر تشوف برضو اي تفصيله 3D زي ما انت عايز، وتقدر طبعا تشوف المعلومات كلها من خلال ان انت تقدر تشوفها من خلال الموبايل، من خلال الانترنت بشكل قوي بسبب تكنولوجيا كبيره جدا. فالبيم هو اداه قويه جدا بتساعد الناس بالذات مدير المشاريع ان هو يكتشف المشاكل ويبدا يحلها قبل ما تحصل. تمام. طيب في بعض الاشاعات المغرضه ان البيم هو الريفت، لا، البيم هو تكنولوجيا والريفت ده مجرد اداه من الادوات اللي هي ممكن تحقق، بس في برامج تانية قويه جدا زي الاركيكاد وتيكلا والحاجات دي كلها. البيم هو مجرد موديل 3 دي، لا، لازم يكون فيه انفورميشن ولازم استفاد منه بشكل قوي جدا. تبني البيم بمجرد انها سطب برامج دي بتخلي الشركات تقع كتير جدا، لا، لازم تدريب بشكل قوي، لازم يبقى فيه بايلوت بروجكت او مشروع تجريبي نبدا نجرب فيه فكره هل الناس مستعده لتطبيق بيم ولا لا. البيم ريبرزنتيشن شكل بس، لا، في استفادات كتيره جدا ونقدر نعمل منه لوح شوب دروينج بشكل قوي جدا. هل البيم هو مجرد كلاش ديتكشن؟ لا، هو بيعمل حاجات كتير جدا غير الكلاش ديتكشن. البيم المباني احنا قلنا ان هو ممكن يشتغل في موضوع الانفرا ستراكشر بشكل قوي، هو من كل مراحل المشروع هتبقى موجود. هل البيم هيلغي الكاد؟ لا، الكاد برضو موجود بشكل قوي. ممكن ما يبقاش في مرحله في الكونستراكشن، يعني ممكن الكاد في صناعات تانية بتستخدمه بشكل قوي، بس في مرحله في الكونستراكشن او في الديزاين وفي الكونستراكشن البيم طبعا هو اللي بيسيطر. عشان كده في دول كتيره جدا تبنت البيم، سواء في امريكا، سواء في البرازيل، في المانيا، بشكل قوي جدا. في الاحصائيه دي من 2015 كان وصل في اليو اس ل 79%، فدول كتيره جدا اصبح اجباري، يعني ما ينفعش تسلم المشروع غير بيم. تمام. منهم مثلا بريطانيا في 2016، وفي دول كومنولث، وفي جنوب افريقيا، في الهند، في استراليا، في دول كتيرة جدا اصبح اجباري لازم تعمل فيها شغل البيم عشان يتقبل او عشان يتم الموافقة عليه. امريكا في المشاريع الحكومية، يعني امريكا ما ينفعش قانون يطلع يقول لك لازم تعمل كذا، بس بيستغنى عن كده بان هو في المشاريع الكبيرة يقول لك اللي عايز ياخد المشروع ده من الدولة لازم يعمله بيم. دي مثلا احد الورق اللي صدر من دبي، قال لك المباني اللي تزيد ارتفاعها عن 40 طابق وبعد كده خلاها 20، المساحه 300,000 قدم مربع لازم يكون بيم، المستشفيات والجامعات والمدارس لازم يكون بيم، لو في مكتب اجنبي لازم يكون بيم، فاصبح اجباري في دبي. وقطر مشاريع حكوميه لازم يكون فيها البيم. طيب هل في تحديات؟ او في تحديات لموضوع البيم، والا كان كل الناس شغلت بيم. التحديات بسيطة جدا سهل حتى نخش فيها. بيبقى مثلا الخوف من المجهول، ان احنا محتاجين نشتري اجهزة تكون قوية، ان احنا يبقى في شروحات. الحمد لله في بيم اريبيا قدرنا نوفر
شروحات كتيرة جدا، تقريبا 5500 درس شرح الريفت المعماري والإنشائي وكهروكانكل ونفس وركس وكل الحاجات دي، عشان ما بقاش في حجة للموضوع. الأكواد طبعا خلاص ممكن تاخد أي كود موجود في العالم وتتبناه، زي الأيزو، زي كود مصر، زي كود سنغافوري، تقدر تاخد منه حاجات كتير جدا وتتبنى الفكرة ديت. ويا ريت لو في كود من السودان عايزين يعملوا حاجة، ممكن نتعاون كلنا ونعمل حاجة بشكل قوي إن شاء الله. البيزنس المفروض فيه خطة استراتيجية، الدولة مثلا تتبنى فكرة البيم تخليه إجباري، لأن ده أقوى حاجة ممكن الناس من خلالها تفهم فكرة البيم وتتجه ليه. العالم الاستثمار لازم يكون فيه وضوح لفكرة إن أنت لما هتطبق البيم هتستفاد منها قد إيه أو هتوفر قد إيه. طيب برضو الناس بتخاف برضو من فكرة تطبيق البيم، تمام، لأن هو مثلا تكنولوجيا جديدة، فلما حد بيطبقه الناس كلها بتشجع وتبدأ تطبقه. طيب عشان نتبنى البيم لازم يبقى فيه شخص فاهم فكرة البيم ويبدأ ينشر فكرة مع الناس، أو يبدأ يحل أي مشاكل تظهر معاهم. لازم يكون في رؤية واضحة، الناس الإدارة فاهمة فكرة تطبيق البيم دي هتاخد وقت قد إيه، والتضحية هتبقى قد إيه، والحاجات دي كلها. لازم يبقى في تعاون من كل أطراف المشروع، ولا البيم مستحيل ينجح. اللي يبقى في إدارة لفكرة البيم، يبقى في عندنا حاجة اسمها كومن داتا انفايرومنت، يعني نقدر نشتغل كلنا مع بعض في تبادل للمعلومات عشان نقدر نطبق البيم. طيب دي الورقه دي هتلاقيها في اغلب الاكواد، بيقول لك ان البيم بينقسم لاكثر من مرحله. ليفل 0 يعني انت شغال كاد 100%، ليفل 1 بدات تشتغل في بعض الحاجات بالبيم وفي بعض الحاجات وقع منك، ليفل 2 وده اقصى حاجه الناس وصلت لها ان هو بيشتغل على كومن داتا انفايرمنت وكل الناس شغاله بيم، ليفل 3 محدش لسه وصل لها فمفيش اي تخمين، بس هي هتبقى اسمها اي بيم، يعني اما انتجريتد لاما انترنت، يعني لسه ما وصلناش ليها فمش عارفين. غالبا مثلا هيبقى ايه، هو برنامج واحد بيشغل كل حاجه مثلا، او موقع على النت بتشتغل عليه كل حاجه، يعني لسه محدش عارف هتوصل ايه. كانوا بيقولوا زمان ان هو على 2021، بس ساعتها اللي طلعت فيديو قلت لهم لا لسه، لان الموضوع هياخد وقت. تمام. طيب الناس لما تيجي تطبق البيم لازم تعرف ان هو في الاول ناس ما عندهاش خبره فهياخد وقت منهم، لكن لو انت جايب واحد بس عنده خبره وهو يعمل زي دعم فني الموضوع ده هيسهل كتير. لو انت عندك مكتبه تمبليت، عندك كود، يعني منظبط الشغل بحيث ان الناس تدخل تشتغل على طول ما تفكرش، او طبعا هيفكروا في ان هم يطوروا في ان هم، بس ما بيبقاش ايه كل شويه لا في معلومه انا مش عارف اعملها، لا ده في فاميلي انا مش لاقيها، لا ده في ملف ناقص، لا يبقى في حد بيدعمهم وفي مكتبه كامله، فده هيخلي الاداء احسن بكتير. في الاول خالص واحنا بنبدا نشتغل مبهورين جدا، يا ده ايه الجمال دوت ده، والناس تبقى فرحانه قوي. بعد كده وانت شغال في مشاكل بتظهر عادي، زي لو انت شغال في الكاد او السكتش اب او كده، تظهر مشاكل فتقول ايه ده، وتقعد تشتم وتدعي عمر ده ضحك علينا وبتاع، بس لما بتحل المشاكل دي وتشتغل المشاكل بتظهر في اول مشروع، بتقل مع تاني مشروع، مع تالت مشروع بتبدا تقل، فبتلاقي ان الموضوع بقى سهل. طيب لو احنا حد شركه قالت لنا تعالوا تبنى البيم، فاول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل لهم تقييم، نبدا نشوف الاشخاص، الشركات، الكتب اللي موجوده، الاجهزه، البرامج، الشبكات، يعني كل حاجه بنبدا ندرسها، وبعد كده على اساسها بنبدا نشوف ايه نقط الضعف ونبدا نقويها، بنعمل تعليم وبعد كده تريننج، وبعد كده بنعمل بايلوت بروجكت مشروع صغير، وبعد كده الناس اللي هي اشتغلت معانا في اول مشروع بنعتمد عليهم في ان هم يدربوا بقيه زمايلهم، ونبدا نعمل من المكتب كله يتحول بيم. يعني مش من اول مره بقول للناس كلها تشتغلوا بيم، لا بنبدا نشوف مثلا شخص او اتنين من كل قسم، وبعد كده بنبدا نعمل مشروع صغير وبنعتمد عليهم في ان هم يطوروا الشغل بتاعهم، وبنعمل حاجات زي بروسيس او ورك فلو
يعني المفروض المعماري يعمل كذا، وبعد كده يدخل الانشاء يعمل كذا، وبعد كده الام بي. ما بستناش ان المعماري يخلص شغل خالص واقول له الانشاء يخش، لا بقول للمعماري مثلا انا محتاج منك مثلا تعمل لي الجريد، وتعمل لي الليفلات، وتعمل لي الفلور والكمرات والاعمده قصدي، وبعد كده الانشاء يدخل، يخش بقى يخش في تفاصيل، والام بي هيدخل لما انت تعمل لي مثلا السيلينج او يعني، وهكذا نبدا ننظم الشغل بحيث ان احنا في اقل وقت ممكن نستخدم اسلوب زي اللين مانجمنت، نقلل الوقت ونطلع التصميم بدل ما بيطلع في سنة، لا نطلعه ممكن في 3 شهور. تمام، فدي مثلا اسلوب من اساليب التقييم. يعني مش مجرد ما عنديش منهج ثابت كل الشركات تقدر تشتغل بيه، لا كل شركة بيبقى لها ظروفها الخاصة بيها، فبنبدأ نقيم السوفت وير والهاردوير والنتورك وهكذا. تمام، ونبدأ نشوف ايه الحاجات اللي ناقصة اللي احنا محتاجين ان احنا ندعمها. طيب التكنولوجيات دخلت في الموضوع بسبب موضوع البيم، زي الذكاء الصناعي، زي الاوجمانتد رياليتي، زي الدرونز، زي الفيرتشوال رياليتي، الروبوت، انترنت اوف ثينجز، 3 دي برينتر. الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي ما يقدرش يدخل مع الاوتوكاد. يعني الذكاء الصناعي لو جبت ذكاء صناعي وقلت له اتعامل هيقول لك مش فاهم، فلازم لما بيخش بقى على موضوع البيم بيقدر يفهم العناصر ويقدر يطلع اداء كويس جدا. تمام، يقدر يقلل الحوادث، يقدر هو يبدا يشوف المشاكل فين ويبدا يحلها. فبقى ليه اماكن كتير جدا بيساعدنا في اتخاذ القرارات، لو انا عندي مشكله ممكن يساعدني في اتخاذ القرار الانسب وهكذا. في مجال الكونستراكشن بيبدا يوفر في موضوع التكلفه، بيقدر البروجكت بلاننج، الاي اي، الموقع. طيب انترنت الاشياء، وان كل حاجه متوصله بالانترنت. طبعا دي برضو ما كانتش هتنفع بالاساليب التقليديه، لازم موضوع البيم بحيث يبقى عندي الانفورميشن اللي انا ممكن احتاجها، بيبقى عندي سنسور وسوفت وير ونتورك كونكشن وكمبيوترات قويه. تمام، فبيبقى حتى في اثناء الكونستراكشن وحتى الفاسيلتي مانجمنت بيستفاد من الانترنت اوف ثينجز ديت، والحاجات توصلها بالانترنت وهكذا. وبقى عندنا قدره ان احنا نعرف الانفايرمنت امباكت، وبقى في سنسور بيشوف المؤثرات سواء صوت، سواء الحراره، سواء الرطوبه وهكذا. موضوع مثلا زي الباركينج، اي يعني ادوس مثلا على الموبايل يقول لي فين اقرب باركينج، فبدل ما اقعد الف واضيع وقتي وديني على طول. اللايتنج، لو انا قاعد ما بتحركش تلاقي النور قطع، وده حصل في شركه من الشركات، او يعني لو المكان ما فيهوش حد يبدا يطفي النور وهكذا. الاوجمانتد رياليتي دي تكنولوجيا مهمه جدا، ان هو التصميم اللي انا عامله بيدخل مع الموقع اللي انا موجود فيه. تمام، فلو انا مثلا موجود في مكان ولسه ما ركبناش كذا، افتح مثلا الموبايل او النظاره، فبقى شايف ايه الحاجات اللي هتتركب مع الحاجه اللي موجوده. ممكن مثلا حاجه زي كده، دي المكنه اهيت، ومجرد ان انا حطيت الايباد فبدا يجيب لي الحاجات اللي هتتركب، كل حاجه دي المفروض تركب هنا، ودي هنا، ودي هنا. ممكن افتح ورقه عاديه واروح عاملها كده بالموبايل، فتبدا تشوف المبنى 3 دي وهكذا، كل تفاصيل تبدا تشوفها. تمام، فدي فكره الاوجمانتد رياليتي. تمام، تبقى انت ماشي، ده الحاجه الحقيقيه وده الحاجه اللي هي لسه الثاني. تمام، انا الافضل ان احنا نروح بورقه، ولا يبقى معانا حاجات كده وتقدر تعمل زوم، مجرد ان انت بتحرك ايديك كده على التابلت تقدر تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه. فيرتشوال رياليتي، تلبس النظاره تبقى شايف الحاجه بس كانك رحت الموقع، هو الموقع لسه ما اتبناش بس انت رحت جواه، وتبدا تشوف المشاكل. يعني ده حلل لي مشكله التشينج اوردر، الناس عماله تغير حاجات، لا ده انا ببساطه جدا، ببساطه جدا لابس النظاره، فعندي مثلا تخيل معين، فلقيت اللي اتعمل حاجه ثانيه، فاقول اداله دي. وده عملناه فعلا في كذا مشروع، جبنا المالك ولبسنا النظاره ديت، فقال لك لا لا مش هو ده اللي انا عايزه. فتكلفه ان انا اعدل على التصميم غير لما اعدل على المبنى بعد ما اتعمل، فبيكلف كتير جدا. تمام، ده دي الاجتماعات فعلا بتبقى كده.
تمام، ونبدا نخش جوه المبنى ونبدا ان احنا ندخل شكل المبنى. الدرونز اصبح عندي المعلومات دقيقه جدا، فانا ممكن اخلي الدرونز دي تشيل حاجات وتحطها في المكان او تصور المكان. وفي دلوقتي اصبح تكنولوجيا ان هو يصور مكان فيعرف ايه الحاجات اللي اتعملت الجديد الاسبوع دوت، ويبعت للبرمافيرا يقول له خلي الحاجات دي اتنفذت اكشوال. فده حاجه قويه جدا. تمام، في بيلدينج سيرفي بيبدا يمشي وياخد صور وياخد معلومات عن المبنى، السيفتي اند هيلثي، المينتيننس، فكل الاستفادات دي بنقدر نستفاد منها من خلال الدرونز. تمام، طيب في موضوع الروبوت الانسان الالي. تمام، الانسان الالي اصبح بياخد معلومات معينه بيبدا ينفذ من خلالها. تمام، بقول له مثلا التصميم هيعمل كذا. الانسان الالي ممكن يشيل حاجات ممكن الانسان ما يقدرش يشيلها، او يدخل في اماكن صعب عشان يعملها، او يعمل حاجات بدقه مهوله جدا. يعني دي واخده زاويه معينه بصعب انها تتعمل بنفس الدقه ديت. تمام، بص الحاجات البسيطة ديت صعب جدا ان حد يقدر يعملها بدقة. تمام، موضوع البلوك تشين العقود الإلكترونية برضو دخلت في موضوع البيم. 3D برينتر، ان انا ممكن مش هطبع موديل بسيط، لا ده انا بطبع المبنى كامل، يعني مش مجرد بطبع حاجة زي دي مثلا صغيرة بمقاس صغير، لا ده انا بطبع، يعني ممكن اجيب مثلا كذا برينتر واقول له اطبع لي برج كامل، او اطبع لي مبنى كامل، او اطبع لي مدينة كاملة. تمام، في مدن كاملة هتتبني في السعودية والامارات بسبب خلال ال 3D برينتنج. تمام، وده اللي انا بقوله ان ممكن مثلا المنظمات اللي هي شغاله في حقوق الانسان او شغاله في الحاجات المفيده الانسانيه تبني مدن للبلاد اللي فيها مشاكل من خلال 3D برينتنج، ويستخدموا نفس المواد اللي موجوده في الارض بتاع المكان. تمام، دي مدن كامله هي اتبنت من خلال 3D برينتنج. طبعا 3D برينتنج مش هيقدر يشتغل بالاساليب التقليديه، لازم يشتغل باساليب البيم عشان صعوبه التعديل. ده مثلا مشروع من ضمن المشروعات كان موجود في الكويت، وعايزين يعملوا مثلا برج بشكل معين. فنورمان فوستر المكتب اللي عمل الموضوع ده عمل برج واحد، وبعد كده دخلوا على أنظمة ذكاء معينة خاصة بالبيم، فعمل كل الأشكال ديت وجابه بالناس وقال لهم اتفرجوا. طبعا هو اتعمل واحد بس من خلاله اتعمل مئات التصميمات المختلفة، وهم الناس اختاروا تصميم معين هو ده اللي اتبنى. طيب ده تكنولوجيا برضو موجودة في الداينامو اللي هو موجود جوه الريفت، موجودة في الجريس هوبر اللي هو موجود في الراينو. تمام، فمجرد ان انت تعدل تعديل بسيط كده، الداينامو في الريفت او في الجريس هوبر مع الراينو، تعدل بسيط تلاقي المبنى كله تعدل الكولوم سبيسنج والويتس والديبس وكل حاجة. ده البرج اللي هم اختاروه بعد ما استخدموا التكنولوجيا اللي احنا شفناها، قعدوا يختاروا كذا حاجة وبعد كده اختاروا ده البرج ده. طيب حتى لما جم يخشوا في مجال الفضاء ده مثلا في المريخ، قال لك احنا لازم نستخدم 3D برينتنج، لان ان احنا نبعت عمال يقعدوا يبنوا هناك هتبقى صعبه جدا، ان هتدرب العمال ان هم يعيشوا في الفضاء وحاجات زي كده. فقال لك هناخد 3D برينتنج بس لازم تكنولوجيا البيم، ولازم ان احنا نبني من نفس ارضيه المريخ، ما ناخدش المواد من الارض لان تكلفتها كبيره جدا. فالبيم هيكون من ضمن الحاجات الاساسيه في موضوع بناء مدن على المريخ والأرض. وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم، وأنا سعيد بتواجدي مع أهلي في السودان، وجزاكم الله كل خير، ألف شكر. لو في أي حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي اعتراضات يا ريت. شكرا 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 باشمهندس عمر، وحقيقة كلنا استفدنا جدا من كل الحاجات اللي اتعرضت، والاكنولوجمنت اللي عرفناه عن البيم از موديول. الفقرة الجاية هندي الفرصة للناس تتحرك.
البرزنتيشن فرصه الناس تسلكت المنيو من المنيو رايس هاند حدد فرصه على حسب الاولويه. طيب في باشمهندس يحيى، باشمهندس يحيى تفضل. باشمهندس يحيى السلام عليكم. باشمهندس يحيى. عليكم السلام. نشكر الباشمهندس عمرو سليم والاخ المهندس اشرف على المحاضره القيمه دي، وانا كنت من المتابعين للموضوع من الاول ومصر على ان انا عمرو سليم ما شاء الله عنده مجهود جبار جدا من الناس اللي اشتغلوا على موضوع البيم والريفت، حاول انه يدي تولز ظريفه وعنده يعني ما شاء الله مساهمات قيمه يعني، فنرجو للناس يعني يكون عندنا برضو التعاون لقدام وتقدر تستفيد من شخص هو اتبحر في الموضوع ومواكب كل يعني الأشياء اللي حاصلة حوالينا في البيم وممارسة بطريقة يعني زي ما بقولوا خبرة عالية. ده النقطة الأولى اللي أنا عايز أتكلم فيها بالنسبة للباشمهندس عمرو والاستفادة منه. الحاجة الثانية طبعا أنا شغال في الريفت لي سنين طويلة وعندي تجربة شخصية كمكتب في السعودية وبعدين في السودان وكذا، وحسيت بأن الريفت ده أو البرامج اللي هي بتكون فيها البيم دي فائدتها مش بس في إنه موضوع البرزنتيشن والديزاين كسرعة وكذا، لكن حتى في ال يعني إنك تحصل على ألتيميت ديزاين من ناحية مواصفات و استفادة من قصوى، وبيدخل فيها برضو موضوع الجرين بيلدينج برضو داخلة في الموضوع بقوة، لأن التول بتاعت البيم هي بيساعد على إنك تحصل على زي ما نقول التخفيض للكلفة وموضوع الهدر وموضوع الالترناتيفز اللي بيربطك بالمانيفاكشر في المنطقة بتاعتك مثلا أو في الدول اللي أنت حوالينها، ممكن أونلاين تجد ريسورسز بتاعت ماتيريالز تكون أوفر ليك، ممكن تكون يعني في خيارات كثيرة جدا الناس لو استفادت منها. وأنا كان عندي اقتراح بخصوص الشباب في التنمية العمرانية والناس الحاضرة، أنا قبل شوية قريت في واحدة من البوستات إنه في نية لإنه يحصل مثلا تطوير لوسط الخرطوم اللي هي باعتبار الخرطوم طبعا يعني الناس اللي موجودين في السودان عارفين إنه بقت العاصمة اللي هي ممكن تعتبر عايزة شغل كتير جدا عشان ترجع تبقى زي ما كانت قبل 20-50 سنة، حصل فيها دمج كبير جدا في السنين اللي فاتت. فهنا في النقطة دي أنا عايز أستفيد من وجود الأخ عمرو سليم، لأن أنا كان عندي فكرة من زمان إنه الناس لو قدرت عملت خط إنه زي ما هو قال إنه الديزاين ما مش يعني مش شرط انه يتعامل في مكتب واحد في يونت واحده، ممكن يتعامل anywhere في اي مكان في العالم، ممكن الناس تشارك وتطلع بريزلت جيده والسودانيين في قطر او في الدول البرة كلها امريكا او غيره. انا ما اعرف كلامي مسموع ولا تمام كنت عايز اسال من الاوبن سورسز مثلا، انا اذا عايز اشرك عدد كبير من الناس برا هم بدعموا بالبيم، حدد مثلا المواصفات يكون عندنا بيم مانجر يكون عندنا كل الريسورس المطلوبه، يعني الطرق الاسهل بالنسبه للناس انها تشتغل اونلاين. انا بعرف انه في بلاتفورمز معينه هي كل مره بتقدم عروض عندها باكجز بتاعت مساحات سبيسز عشان تقدر تشتغل على الموديل من اي مكان. اذا باشمهندس عمرو برضه ممكن يفيدنا باعتبار هو اكيد عنده خبره كويسه، يعني انا عايز اشتغل فيرتشوال اوفيسز في كذا منطقه، ناخذ الموديل المبادره دي انا عايز انه مثلا باشمهندس يشرف الشباب الموجودين من التنميه العمرانيه والناس في الاغتراب وكذا، انه يعني دي فرصه جيده جدا جدا انه الناس مساحه الخرطوم ما هي مساحه صغيره، تبني افكار
من جهات كثيره جدا سودانيين حريصين على شكل العاصمه، عايزين الانبوت بتاع الاشخاص كافكار الاطفال حتى المشردين اللي عندنا في الشوارع، الاشياء دي كلها يعني عندها اكيد في معالجات وناس يعني في اشياء خلاقه جدا ممكن تطلع طالما احنا بصدد انه نتكلف على سنه يعني نعمل حاجه جيده في المنطقه بتاعت الداون تاون بتاعت الخرطوم المجاوره اللي نتكلم عنها في البوست. انا حاولت انزل الكلام ده هنا في اللي هو الكلام اللي اتكلم عنه انه هم في سعي لانه يطوروا وسط الخرطوم، وفي اليونيسيف او في منظمات تبعيه داخله في الموضوع، في جهات كثيره جدا هم ذاكرين من ضمن الاشياء برضو الانجنيرس. وافتكر الانجنيرس بيهمهم موضوع الكوست، يعني عندنا حاجه اسمها الفاليو انجنيرنج، ده هو اللي بيخلي المواضيع زي ما بيقولوا لوجيك ما يكون زي ما تكلم الباشمهندس عمرو سليم ميزانيه مفتوحه ورزلت غير معروفه شكلها كيف. استفادتنا من البين في الحته دي بيعتمد على ان احنا نعمل نقوله رينج كبير بتاع المشاركات، ويكون في بلاتفورمز ممكن الباشمهندس عمرو لو عنده قائمه بالبلاتفورمز اللي ممكن تساعد او الطريقه الانسب في ان انت تشرك عدد كبير جدا من الناس في الديزاين، يكون عندهم اكسس بشروط معينه، يكون في اكسبتنس للانبوت بتاع فرد في الديزاين في مرحله معينه، يكون في ديسكشن، يكون في عرض، يكون في يعني كل الاشياء دي قابله لانه الناس تشرك فيها المواطنين كجنرال، كل الناس تكون مشاركه. اذا كان في الفيسبوك الناس تعرض الافكار، يحصل فيها فوتنج تصويت للاشياء موضوع الكوست، وحتى الناس ممكن يعني يقولوا فيها استثمارات فيها كذا، كل الاشياء دي عايز موضوع البيم هو الفيصل فيها. انا في رايي انه اذا عملت بالبيم ما حنقوم نحط مثلا هنا رصيف عشان نكتشف انه لا الرصيف ده احنا محتاجين كنا نعمل فيه بايب بتاع خدمه معينه، نجي تاني نكسر الرصيف عشان تحصل عاده بيها. فعايزين نستفيد من الاخ عمرو في انه برضه يزودنا بعيد بلاتفورمز او اي طريقه صيغه مناسبه، واللي قدام الناس لو اتبنت الفكره كداخل المنظمه او اي جهه تبنت انها هي كجهه هندسيه تدير الشراكات او الاشتراكات او المشاركات بتاعت الانجنييرز اللي موجودين برا السودان وداخل السودان، يكون عندنا زي ما بيقولوا بيز نقدر نبدا منه. يعني دي نقطه مهمه. السؤال اللي عايز اساله برضه للاخ عمرو بالنسبه للوظائف، يعني هنا الشباب اللي موجود هنا طبعا معظمهم برد عليهم وعارفين البرامج دي وكده، لكن في تخصصيه برضه، يعني عايزين نعرف شنو التخصصات اللي في البيم بقت مثلا هي العمود الفقري بتاع الموضوع، مثلا بيم مانجر فاسيليتيتر، وهل في كومبينيشن بين كم وظيفه يعني تقريبا كده حاجه خفيفه على موضوع مواصفات كل شخص اذا كان بين مانجر ولا فاسيليتيتر ولا كذا. فدي مشاركتنا، ونشكر الاخ عمرو ونشكر اشرف والتنميه العمرانيه بس التدريب، متحدين جدا جدا اكثر ما شغالين، وشكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير. بالنسبه للجزء الاول فانا تحت امرك في اي حاجه، يعني يعني انا جاهز لاي حد عايز يعمل اي حاجه في اي مكان، نتعاون ان شاء الله نوصل لاحسن حاجه تفيد الانسان وتخلي نبني المباني بسعر ارخص وفي نفس الوقت يكون افضل للانسان. الانسان اللي يسكن فيها يكون حاسس براحه حراريه وحاسس براحه نفسيه، لان احنا بنقعد في البيوت وفي في المباني تقريبا 90% او 80% من وقتنا، فلو التصميم كويس ده هيقلل الامراض وهيقلل المشاكل بشكل كبير جدا. فلا ان شاء الله نحاول نوصل لحاجه زي كده، ويعني انا جاهز لاي حد عايز يعمل حاجه نقدر نتعاون فيها. بالنسبه للجزء الثاني هي في حاجات كتيره جدا، بس ممكن نركز على ثلاث حاجات، اللي هو السبيشاليست ده بيبدا هو يعمل الموديل او بيبدا هو مثلا يعمل 4D، يعني متخصص في ان هو بيعمل مهمه معينه. وفي حاجه اسمها البيم كوردينيتور، ده مسؤول ان هو ينسق بين الاقسام كلها بالمعماري والانشائي والكهرومكانيكي. في البيم مانجر ده اللي المفروض بيحضر الاجتماعات، ومفروض ان هو بيحط الستاندرد اللي الشركه تشتغل عليه وتاكد ان هم شغالين على الكود. دول الثلاثه الاساسيين.
في بعض الشركات بيبقى في حاجات مثلا خاصه بعرض المنتج على الملك، يعني الموديل نفسه بيبقى في شخص متخصص يعرف يعمل البرزنتيشن بشكل قوي، وبيجهز كل اسبوع شكل معين من البرزنتيشن. في حد بيبقى متخصص في البرمجه بتاعه الداينامو او برمجه السي شارب بحيث ان هو يوفر عليهم وقت. في حد تالت بيكون متخصص مثلا في موضوع التنسيق، يعني كل شركه بتلاقي في شخص مثلا متخصص في حاجه حسب حجم الشركه، بس هو الاساسي اللي هو السبيشاليست والكوردينيشن والمانج، وكل واحد من دول ليها تفاصيل، يعني محتاج محاضره خاصه لكل واحد فيهم ايه المهارات. يعني السبيشاليست ممكن ان هو برنامج واحد بيتعلمه، الكوردينيشن المفروض ان هو يبقى فاهم اولويات التنسيق بين الحاجات، المانجر المفروض ان هو يتعامل ازاي مع البشر وازاي يقودهم للحاجه اللي هو عايزها. فنشكر حضرتك يا باشمهندس، الله يكرمك. شكرا شكرا للمداخله من باشمهندس يحيى، شكرا باشمهندس عمرو على التعقيب. الفرصه باشمهندس مامون، تفضل يا باشمهندس. باشمهندس مامون محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس مامون ازيك؟ وعليكم السلام، اتفضل. باشمهندس عمر، كيف احوالك؟ الحمد لله استاذ، والله الله يكرمك استاذ. الله يكرمك، الله يسلمك، الله يعافيك. مشكور كثير على البرزنتيشن اليوم، وانت مننا وفينا ان شاء الله، ونحتاجك بالسودان كثير ان شاء الله. الله يكرمك استاذ، الله يسلمك. معلش قبل ادخل في سؤالي، بالنسبه لسؤال الباشمهندس اللي قبل شويه عن البرامج حقت الكولابريشن، فموجوده البيم 360. طب استنى بس يا باشمهندس، بص هقول لحضرتك حاجه، انا ليه ما عقبتش ليه انا ما ذكرتش اسم البرامج؟ البيم 360 اولا هو ممنوع لان هو امريكي، فمش هنقدر نشتغل بيه في السودان، تمام؟ زائد ان هو مكلف جدا، الشخص الواحد بيكلف تقريبا $900، تمام؟ ففي بدائل تانية احسن، فدي محتاجة نقعد مع بعض كده انا وانت وباشمهندس يحيى ونبدأ نناقش افضل بديل. في بدائل تانية اقوى، هو بيم 360 اشهر، بس في بدائل تانية ممكن نلاقيها ارخص بكتير جدا، 1:100 واداء اعلى. يعني ممكن مثلا على سبيل المثال نستخدم جوجل درايف، نستخدم فور شيرد، يعني في برامج كتيرة ممكن نستخدمها بشكل قوي وتدينا اداء قريب من البيم 360. في زي بيلدر، ده مصري، يعني محتاجين ان احنا نقعد نناقش البدايل ونختار. كل مشروع وكل بلد بيبقى ليها الظروف الخاصه بيه اللي نقدر نقارن ونشوف ان الافضل ليها. تمام، جميل جميل جدا. وطبعا السودان الحين اترفع من قائمه الحظر على المنتجات الامريكيه، ف يعني هذه ما ابليكابل على السودان، لكن زي ما قلت نشوف الاشياء اللي سعرها مناسب او ما بتكلف، بحيث انه يشترك فيه اكبر عدد من الناس، واذا محتاجين لشخص انه يعني يكون ادمنستريتر او يرفع البيم 360 وتقرا برامج ثانيه، انا ما عندي خبره انه اربط برنامجين مع بعض. نحن حاضرين لكل تعاون واونلاين معاكم، والكونتاكت حقتنا موجوده وحاضرين يعني باذن الله. في باشمهندس هاشم بن عوف اللي هو وزير البنية التحتية السابق، وبيم مانجر في السعودية وفي قطر كان، وعمل ماستر بتاعته في البيم. نعم، بس هو مستشار في وزارة البنية التحتية برضه. ممكن نزل في السودان تصلوا وتحاول توجد معاه كيف الناس تقدر تشتغل سوا. ده بالنسبة لسؤال الباشمهندس. بالنسبة عندي سؤال، أيوة كمان عايزين government soft landing بالنسبة للسودان، يعني الحكومة أو التنمية العمرانية هي تفرض بين مانديت حتى لو بليف المنخفض البنايات اللي هو مثلا نقول 40 طابق، ممكن يكون ما في 40 طابق الحين في السودان، لكن بحيث انه يعرفوا الناس انه صار حقيقه بعد كذا سنه، يعني زي ما دبي بدت 40، بعد شويه 20، بعد شويه نزلت لتحت، الحين صار تقريبا كله بيم. ف
فعايزين خطوات حكومية تخلي الناس تتجه للمجال ده. ده بالنسبة للعام. بالنسبة للخاصة باشمهندس عمر، أنا عندي شوية اختلاف ما بين الستاندر البريطاني الباس 1192 والآيزو 19650. يعني أنا الشيء اللي عرفته شايفه في النت والناس تتكلم عنه إنه الآيزو والسوبرسيد الباس 1192 لما تدخل على الآيزو وتتعمق فيه تلاقي إنه هو لسه شغال بالباس 1192 الفورمات حقت PIX حقت الباس 1192. فهذه بالنسبة لي أنا ما واضحة، يعني إنه يعني الستاندر البريطاني متقدم وشغالين لهم فترة، الآيزو ما جاب جديد، يعني أنا ما شايف إنه جاب جديد. نعم شوية بسط العملية وخلاها أوضح شوية عنده، لكن فعايز أعرف هل طيب نرمي الباس 1192 ونشتغل بالآيزو ولا لسه البريطاني شغال؟ يعني النقطة دي ما واضحة لي. سؤال ثالث أخير، في جهتين أو معهدين يعني مشهورات بتقدم سيرتيفيكيت حقة الآيزو اللي هو بري أكاديمي وأوبرام أكاديمي. فبالنسبة لي شخصياً أي واحدة أفضل، إنه الواحد أو سمعته مقيمة أو شهادة أقيم الواحد يتجه له أوبرام ولا بري أكاديمي؟ أوبرام أكاديمي أو بري أكاديمي؟ والمجال لك باشمهندس. طيب بالنسبة لموضوع الباص 19650 والآيزو الآيزو 19650 والباص اللي هو كانوا بيشغلوا بيه زمان، دلوقتي الباص تقريبا هيقف. ليه؟ لأن الناس اللي كانوا شغالين فيه بدأوا يتجهوا إن هم يتحدوا في الآيزو، وده كان تخمين ليا من زمان إن الأكواد كتيرة وهيبدأ الدول تتوحد في كود معين زي ما حصل زمان. مثلا في أكواد كتيرة مثلا تلاقي في دول كتيرة تقولك بدل ما أعمل كود مستقل أنا هعتمد مثلا على الـ NFPA الأمريكي أو كده. ودلوقتي الآيزو هو اللي هيكمل، يعني أصبح بمبلغ معين ففي فلوس معينة إن هم يطوروا فيه وإن هم يعتمدوا عليه. طبعا في اختلافات بسيطة مش كبيرة، نتيجة إن اللي عمل الباص ده كان الوزارة في بريطانيا، وزارة الإنشاءات في بريطانيا، إنما هنا بتعتبر وكالة الآيزو، بيعملوا شوية اختلافات وبيحاولوا يسهلوا وبيحاولوا يبسطوا. بس الموضوع فعلا لو واحد مذاكر الباص ودخل في الآيزو 19650 بيلاقي الموضوع سهل جدا بسيط جدا، يلاقي نفسه إن هو فاهم تقريبا 90% من المصطلحات وبس، ايه 10% حاجات بسيطة خالص وحاجات يعني ايه سهلة. طيب بالنسبة لموضوع الشهادات، كل الشهادات دي تدريب للشخص، انما لو انت بتدور على حاجة دور على شهادة للشركة، لان هي الشركة هي اللي مفروض هتاخد التوثيق دوت انها شغالة فتقدر تاخد مشاريع. يعني هو في الامارات دلوقتي بدأ يتجه لكده ان هو يحط من ضمن الشروط ان الشركه تكون معتمده في الايزو 19650. تمام، بس هو حتى الان قليل قوي الشركات اللي واخده الموضوع دوت فمش بيركزوا عليها، بس بداوا اشوفها في بعض العقود او في بعض المناقصات يقول لو الشركه واخده ديت تبقى ليها الاولويه انها تاخد المشروع. فالاكواد كلها تقريبا قريبه من بعض، تقريبا كل الاكواد، يعني انا قريت يعني عشرات الاكواد كلها قريبه من بعض، الكود الكندي تقريبا تيبيكال من الكود البريطاني من الايزو من كذا من كذا من كذا، يمكن اللي هو مميز شويه السنغافوري في شويه تفاصيل وحاجات تناسبنا اكتر في ان احنا نفهم طريقه الشغل. فانا بالنسبه مثلا شهاده البري دي ممكن انا خدتها تقريبا في البيم، خدت تقريبا ساعه. تمام، بتحل الامتحانات وبتقرا وشويه حاجات بسيطه جدا، فمش هي دي المقياس. تمام، زائد انها يعني سعر بتاعها غالي. انا بالنسبه لي الاولويه للشركه نفسها تاخد الشهاده، لان ده معناها ان انا شغال في بيئه بتطبق الكود. يعني الفرق بين الشهاده الشخصيه ان هو بيسالك بعض الاسئله وتجاوب عليها حتى لو انت مش شغال بنفسك، مجرد حفظت الاجوبه. انما لو انا شغال في شركه واخده كده معنى كده لو واخده الايزو،
معنى كده ان احنا شغالين اسلوب صح. لو انا شغال في شركه واخد الايزو، معنى كده ان انا عندي الخبره الكويسه جدا في التعامل مع الملفات، في التعامل مع الكولابريشن، في التعامل مع التيم، في التعامل مع العميل. فبتلاقي قوه كبيره جدا، ده اللي انا بنركز عليه في اي شركه بنحاول ان احنا نعملها بامبلمنتيشن. مشكور باشمهندس. الله يكرمك استاذ، لازم اتواصل بقى شويه يا باشمهندس. الله يكرمك. الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا باشمهندس محمود، وحقيقه يعني احنا بالنسبه لي راتفول انيشيتيف دي، واتمنى انه تلقى موفينج فورورد مع باشمهندس عمرو. شكرا لباشمهندس عمرو على التعقيب. الفرصه مع باشمهندس باشمهندس امينه، تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا للأستاذ عمر سليم والقائمين والمنظمين لهذه المحاضرة. يعني من وجهة نظري، لدي وجهة نظر يعني أرجو مناقشتها. لا يمكننا العمل بالأبروتش بيم وفي دولنا العربية ونحن نعاني من نقص مجال الجيس جيوغرافيك انفورميشن سيستم، لأنه لا يمكننا فصل المشروع عن محيطه وجغرافيته. هذا كأول ملاحظة. ثانية، يعني بدون إرادة حكومية أو تبني للمشروع لا يمكن اللجوء لاستعمال مثل هذه التكنولوجيا. كمهندسين كل عملنا يتوقف على تبني هذا المشروع من طرف حكوماتنا وإداراتنا، وتبعا للثقل عملية إدراجه. يعني هل لديك رؤية حول تسهيل طريقة إدراجه تدريجيا في دولنا العربية؟ هل مرت عليك تجربة مثلا في مصر أو في إحدى الدول العربية أين تم إدراج البيم بطريقة يعني تدريجية وسلسة؟ شكرا. طيب، أولا بخصوص الجي اي اس، فالجي اي اس مهم جدا بالذات لما كنت بنتكلم على مدينه كامله، تمام؟ يعني جي اي اس استخدمناه بشكل قوي في مدينه العالمين، في المدينه العاصمه الاداريه الجديده، في حاجات كتير جدا. بس لو انا بتكلم على فيلا او بتكلم على مبنى او بتكلم على ثلاث اربع مباني، فموضوع الجي اي اس ما بيكونش بنفس القوه او ما بيكونش بنفس الاحتياج. بالاضافه ان الجي اي اس في جامعات كتيره جدا بتدرسه، فمش شايف ان في نقطه ضعف. يعني موضوع الجي اي اس دوت من النقاط اللي بقى لها فتره كبيره، وفي ناس خبراء جدا، وفي ناس بروفيشنال فيه، وفي حتى ناس كتير قويه جدا في البرو ار بي جي اس، وفي برامج كتير جدا مجانيه اوبن سورس نقدر نشتغل فيها بالجي اس بشكل قوي، وبتتكامل مع البيم بشكل رائع. وحتى في حاجه ممكن نتكلم عنها اللي هي الاوبن ستريت ماب، ودي حاجه خطيره جدا قوية جدا ان احنا بنعمل حاليا في دول كتيرة زي ليبيا وزي مصر، بنعمل مخططات ثلاثية الابعاد دقيقة جدا، وبنعمل شغل بيم عالي جدا للبلد كلها من غير اي تكلفة خالص، من خلال ان احنا بنصور شوارع ببرنامج اسمه كارتا فيو، بعد كده بنحول الصور دي ل 3D، ببدأ ادخل واشوف ارتفاع المبنى وابدا اديله الارتفاع بتاعه. وفي برامج معتمده بتعتمد على الانفرا وركس، بتعتمد على الشغل بتاعنا التطوعي، زي مثلا انفرا وركس 360، زي اليون، زي ارك جي اس. يعني في عشرات البرامج بتاخد الشغل بتاعنا دوت وتتبناه بشكل قوي. تاني حاجه موضوع الحكومات، هتكلم من شقين، من شقه ان هل احنا منتظرين حكومات؟ لا، هي الحكومات لو اتدخلت هتبقى حاجه قويه، بس انا مش هستنى الحكومه، انا عايز اعلم الشباب، اوجد لهم فرص كويسه، اقلل الهدر اللي بيحصل، اخليهم اقوياء في موضوع الاستدامه، يدرس في الجامعات. كل الحاجات دي نقدر نشتغل فيها بدون الاعتماد على الحكومه او انتظار ان هم يطلعوا قرار. طيب بالنسبه للحاجات العمليه، ففي اكتر من حاجه في اكتر من بلد، بس خلينا نتكلم على اخر حاجه اللي هي موجوده في قطر. الحمد لله كنت باحث مساعد في جامعة قطر على موضوع تطبيق البيم في قطر، واخدنا خطوات، وكان في موضوع هل البيم يبقى كبير ولا لا، تمام؟ وكان معايا طبعا، او انا كنت مع سادة افاضل دكاترة اقوياء جدا، فكان القرار ان لا، ما يبقاش دلوقتي البيم ما يبقاش اجباري، لا خطوات معينة. يعني كان ممكن البيم اجباري زيه زي الامارات، بس هي الفكرة كلها مش فكرة ان احنا نطلع ورقة ونتفاخر ان احنا عملنا الموضوع دوت
وده هيعمل كارثه. تمام، يعني في رؤيه ان لو احنا نزلنا اجباري البيم المكاتب كتيره هترفد الناس الموظفين، وهتحصل ذبذبه في سوق العمل زي ما حصل في بعض الدول اللي خدت القرار من غير ما تدرسه. فاحنا قلنا لا، احنا ناخد خطوات زي مثلا ان المشاريع الحكوميه زي مثلا في اشغال تبقى اجباري فيها تبني البيم. ليه؟ مش لمجرد هو احنا مش بنبيع بيم، يعني انا لو حد اشتغل ببيم انا مش هاخد منه نسبه ولا حاجه خالص، لا انا يعني الفكره كلها ان احنا نقلل الهدر، الفكره كلها ان احنا نعمل محاكاه ونتاكد ان المبنى ده صديق للبيئه. في يعني انا مطلع على العماره في السودان من ايام الاهرامات زمان لحد دلوقتي، فبيعجبني شغل كتير جدا في العماره. وفي طبعا استاذنا الدكتور عثمان الخير من الناس الافاضل اللي لهم شغل كتير جدا في العماره السودانيه والحاجات ازاي تبقى معموله استدامه. فانا عايز اخد نفس الافكار ديت وابدا اعملها ابنيها واعمل حاجات صديقه للبيئه، وافهم ليه سمك المبنى وليه الفتحات هنا صغيره وليه هنا الفتحات كبيره من خلال استخدام تكنولوجيا البيم، وابدا استخدم اعمل مبنى واعمل محاكاه واتاكد هل فعلا هيحصل نفس الحاجه اللي انا اطمح ليها. لان ساعات ممكن نعمل تصميم وما اكتشفش المشاكل والاخطاء اللي عندي غير بعد ما المبنى يتعمل، ويكون مثلا عدى 5 6 سنين اكون انا بنيت وعملت نفس الاخطاء. فلما استخدم الاستدامه هدف او المحاكاه هدفها ان انا اعمل مبنى الناس اللي موجوده تدعي عليا، تدعي لي بدل ما تدعي عليا. يعني كان استاذنا الدكتور حسن فتحي كان يقول ان ربنا مش هيسامحني لو انا عليت درجه الحراره في المبنى 17 درجه مئويه بدون سبب، يعني مجرد بس ايه ان انا عايز استخدم تكنولوجيا حديثه فاستخدم الزجاج. الزجاج مناسب لاوروبا بس مش مناسب لينا لاسباب كتيره. فاعلي درجه الحراره واروح مركب تكييفات، فالتكييفات بتستهلك تقريبا 40% من طاقه المبنى، فبدفع مصاريف كتيره جدا. ليه؟ لان انا مش عامل تصميم مظبوط. لا، احنا عايزين ناخد نفس التصاميم اللي اهالينا واجدادنا بنوها ونشوف التكنولوجيا الحديثه. يعني فكره المشربيات نبدا نشوفها، بس نعمل ديناميك مشربيه، نعمل مشربيه بتتحرك وتختلف مع اختلاف اتجاه الشمس والزاويه بتاعتها ودرجه الحراره والحاجات دي كلها. فاحنا بدانا مثلا نبذه عامه عن البيم بسيطه جدا، ممكن الناس تبدا تتطور نفسها فيه، ممكن واحد يخش يعمل حاجات احسن مني ويطورها وهكذا. وما نستناش الحكومه وما نستناش الوزاره وما نستناش كذا، لا نبدا. وان شاء الله يعني احنا يعني اي حد عايز نتعاون في اي حاجه تحت امره، ونبدا نعمل حاجات كويسه باذن الله، ونعمل يعني هدفنا ان ربنا يرضى عننا ان احنا عملنا تصميم للانسان، مش تصميم لمجرد ان انا عايز اعمل حاجه شكلها حلو والناس تسقف لي. لا، انا ممكن اعمل مبنى بسيط خالص. انا شخصيا رغم ان انا اشتغلت في ابراج كتيره ما بحبش الابراج، ليها مشاكل كتيره جدا. يعني موضوع الابراج اولا بيعمل لك مشكله في في, في 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 زحمه في المرور تحت خالص، بتلاقي محتاج ان انت تعمل جراشات كتيره جدا، ومحتاج ان انت وزاد موضوع مشكله الصرف الصحي بينزل كلها في المنطقه واحده بيعمل مشاكل. عشان اعمل شكل حلو ممكن اضيع مساحات كتيره. عايز اعمل اعلى مبنى في اخر كام دور بيكونوا فاضيين، مجرد ان انا عايز اطلع بس كده واخد اللقطه. لا، انا هدفي الانسان. لو انا اعمل المباني البسيطه جدا لاهالينا واخلي حياتهم افضل، ده احسن بكتير ان انا اعمل مبنى بسيط 5 ادوار بس انا عامله بشكل حلو يقلل الجريمه ويقضي عليها. زي ما تشرشل كان بيقول يعني نحن نشكل مبانينا وهي تشكلنا بعد ذلك. فاحنا عايزين نعمل مباني للاجيال القادمه بحيث ان تبقى مدن ذكيه، ويبقى احسن من وادي السيليكون اللي موجود في امريكا، اللي يبقى عندنا وادي السيليكون في مصر وفي السودان وفي ليبيا. وكل ده بسبب ان احنا اهتمينا بالانسان على حساب اي حاجه ثانيه. طيب شكرا باشمهندس على التعقيب. شايف باشمهندس امينة طالب فرصة تاني، ده الفرصة، تفضل يا باشمهندس. شكرا لكم على الإجابة
استاذ عمر سليم، يعني في اطار الحديث عن الجيس او جيوغرافيك انفورميشن سيستم، انا اتحدث عن البيم ابروتش ان ذا اربن سكيل، يعني تطبيق البيم في المشروع العمراني او المشروع الحضري. أيوة. لهذا ايوه احنا فعلا عملناه في اكتر من مدينه، اتعامل موضوع جي اس مع البيم، زائد ان في شركه اس 3 دي اكبر شركه اللي عامله البروجا ارك جي اس، بتتعاون دلوقتي مع شركه اوتوديسك مثلا اللي عامله الريفت، في ان هم بيعملوا كيان او منظومه معينه تحل المشاكل ديت. ففي مدن كتيره فعلا اتعمل ربطوا جي اس بالبيم، واصبح حاجه يعني خلاص ما نقدرش نعمل فيها بحث جديد. ليه؟ لانها خلاص كتلت بحث، الموضوع بقى سهل جدا ومفهوم. نعم، أنا حديثي يعني هناك العديد من الدول العربية لا تملك باز دو دوني، يعني باز اوف انفورميشن، يعني جيوغرافيك انفورميشن، لهذا تعاني في مجال تطبيق البيم ابروتش. يعني مثلا أعطيك مثال، سويسرا لديهم قاعدة جغرافية يعني، ولديهم خرائط يعني منتهين من هذه القصة. مثلا إذا ذكرنا مثال الجزائر، الجزائر كبلد لا تملك geographic information. تمام. لهذا تطبيق البيم ابروتش في مثلا في الجزائر يتطلب العديد من، يعني كل مشروع راح نعمل دراسة للمكان الجغرافي. طيب. كيف ايوه انت المكان يعني المكان عشان كده في عمل تطوعي اللي احنا اتكلمنا عنه. وصلتك الفكره؟ ايوه وصلت الفكره. هو عشان كده احنا عملنا حاجه اسمها اوبن ستريت ماب، وده معانا طبعا اللي ماسك الموضوع دكتور عبد الرحمن، موجود في فرنسا، عبد الرحمن الفرجاني، عمل الموضوع كله يعني ليبيا تقريبا اتعملت كلها، واوبن ستريت ماب شغالين فيها في مصر وبنحاول نوثقها، وخدنا موافقه من منظمه الدول العربيه ومنظمه المساحه العربيه في لبنان ان احنا معتمدين منهم، ويا ريت نعمل واحده كمان في السودان اوبن ستريت ماب. كله تطوعي وكله مفيش فلوس، انت بس مجرد بتصور بكارت فيو، فبنعمل قاعده بيانات رهيبه جدا لا يمكن تخيلها. يعني حضرتك اعملي بس سيرش عن اوبن ستريت ماب مصر او ليبيا، هتشوفي الشغل معمول ازاي، كل الشوارع موجوده بالصور بالارتفاعات بالمشاكل بكل حاجه. يعني ده كان احنا المشكله كانت عندنا فعلا زي ما حضرتك بتقولي موضوع جي اس، فقعدنا ندور على بديل ما يكلفش الدوله، احنا مش عايزين فلوس من الدوله، بالعكس احنا هنديها هديه للدوله. تمام. وبالعكس مثلا لما جينا نطبقها في مصر يعني كان في بعض التخوفات الامنيه وكده، قلنا لهم اخواننا خلوا اللي بيسيطر على الموضوع ناس من الدوله، ناس من وزاره كذا او وزاره كذا، احنا ما عندناش اي مشكله خالص، احنا عايزين نخدم بلدنا مش لناش اي هدف تاني. فاي حد موجود يقدر ياخد الاستفادة بالخرائط ديت، لو هو عايز يبني مبنى او عايز يبني مدينه او عايز يبني كذا، هنديله كل المعلومات بالارتفاعات بكل حاجات. واصبح يعني المعلومه اللي احنا بنرفعها بتسمع في برامج كتير جدا، ف لو دخلنا مثلا على برنامج من جي اس يقدر يستورد المعلومات من الاوبن ستريت ماب مجانا، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. فما دام حضرتك مهتم بجي اس شوفوا بس موضوع الاوبن ستريت ماب، وهتلاقي كلام ممتاز جدا يحل المشاكل دي ان شاء الله، بس محتاجه تعاون مننا كلنا باذن الله، وان شاء الله قريب نلاقي اوبن ستريت ماب في السودان باذن الله. ان شاء الله. انا يعني انا دكتوره من احضر في رساله الدكتوراه من الجزائر، انا لست من السودان، اتشرف باهل السودان ومصر وكل اهلنا من الدول العربيه، يعني لهذا ذكرت مثال الجزائر لاني اعلم الوضعيه وبحثي في هذه. تمام. انا اديت كورسات قبل كده بيم في الجزائر، وعارف ان الموضوع لسه في بدايته، بس ان شاء الله يعني يتبنى الموضوع بشكل قوي، وان شاء الله يعني تحياتنا لاهل الجزائر، يعني ليهم كل الاحترام والتقدير، بلد عبد القادر الجزائري. فان شاء الله يعني لا تقدم كبير جدا في الفتره الجايه باذن الله يا دكتور. ان شاء الله. ممكن تترك لي الايميل ولا الخاص بك؟ تمام، هكتبه عشان يتهوت. تمام، لو حد عايزه tcl@gmail.com. شكرا مهندس امينه، ومرحب بك تاني معانا في سي بي دي في المنطقه الثانيه، مرحب بكل الشعب الجزائري.
شقيق. شكرا للبشمهندس عمرو. جزاكم الله كل خير. الله يكرمك استاذ. في كم دول سالوا من ال من ال من ال الشات سالوا من الحاضره، وانت وعدت انه هتخلي بي دي اف سورس او اوبن سورس. طب ثواني ثواني هرفعه لهم حاضر حالا. شكرا. طيب في باشمهندس يحيى، باشمهندس يحيى لسه ستيل عنده مداخله. انا حقرا الرياكشن بتاعه انه في خطه تطوير وسط الخرطوم، بيتكلم عن الخرطوم في السودان، انه صيانه الطرق ورصفها معصبتها ونقل الطريق والمنطقه تحويل الاراضي الحكوميه الخاليه لمعادين خضراء، انشاء انشاء ميادين عامه تجري الطرق الرئيسيه للمنطقه. هو بيتكلم عن نفس الحاجه السؤال اللي انه الماستر، فيا ريت التعقيب في موضوع الحاجه اللي ذكرها باشمهندس يحيى. معلش نحن بنقرر انه كل الناس اتفضل. احنا تاني بنقول انه بندي الفرصه للمشاركين اللي معانا في الايفنت تداخل الطرح الاسئله على باشمهندس عمرو طريق الرايس هاند في السيتي، فرصه لمشاركات ثانيه واسئله ثانيه.